يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا بسم الله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد أشعر وفي قمال وفي طريقة الجناد السالك. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.